السلام عليكم، عيدكم مبارك خوتي. رانا في مسجد الرحمه بكريتاي، اليوم صلاه العيد، عيد الاضحى ان شاء الله. تقبل من الله منا ومنكم، وعد الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. السلام عليكم خوتي، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات. رانا صلينا عيد الأضحى اليوم بمسجد كريتاي، مسجد الصحابة. خوتنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تقبل الله منا ومنكم، غفر لنا ولكم. كل عام وانتم بخير. خونا صالح ثاني ما شاء الله، الله يبارك عليه يا خويا، وزرنا الله يبارك يا خو ما شاء الله. خوتنا واش نقول لكم، تقبل الله منا ومنكم، غفر الله ولنا ولكم. كل عام وانتم بخير، صحة عيدكم، عيد الجالية الجزائرية في العالم والعربية ما شاء الله. إن شاء الله يا أخويا، احنا رانا هنا في كريتاي في بارز مسجد الصحابة، جينا صلينا صلاة العيد وانا رايح ندبحوا إن شاء الله، نتكلوا على الله. جينا مع بنتنا هنايا، قول لهم صحة عيدكم بنتكم، ما تعشميش، قول لهم صحة عيدكم، تعشم مع أخونا ثاني. السلام عليكم، عيدكم مبارك، عيدك مبارك اخويا صالح، الجامع ان شاء الله، كل عام المسلمين الجاليه العربيه هنا في باريس ولا في كل اقطار العالم، وان شاء الله ربي كما يقول لك يكتبوا علينا في ميزان الحسنات. امين ان شاء الله، ونبلغوا سلامنا كاع الناس تاع الجزائر، وبالخصوص الناس الغربه، الناس لاردوت. ايوا ما شاء الله، سمعت اصحاب جامع المكي بلوز اكزاكتومون باش يعرفوا سيميتير، باش يعرفوا الناس تما يعرفوا اسمه، وصحابنا هنا لهنايا، و لا فامي بن سالم، لا فامي بن مسلي، وكل العائله سمعت، وليك خويا صالح ربي يحفظكم ان شاء الله، ولعائلتك ان شاء الله ان شاء الله، ربي يحفظكم جميع الناس اليوم في الغربه وخويا لهنايا. الله يبارك فيك، بارك الله فيك خونا العزيز. يا خويا احنا نبلغوا سلام ثاني ولاد القبه اون جينيرال، بالخصوص ناس كاتشوما لا بروفال، ولاد حومه يا اخو، ولاد حومتي نحبهم ونعزهم، و 48 ولايه 48 ولايه لازم يا اخو ما شاء الله. يا خويا واش نقول لكم، ان شاء الله يا اخو تجوزتوا عيد بخير وعلى خير، وربي يعاودوا لنا ان شاء الله كل عام بالف خير، وربي واحد قلوب ان شاء الله بين المسلمين. امين ان شاء الله يا اخو، قولوا يسبونا البلاد برك، نتمنوا يا خويا، نتمنوا ثاني ان شاء الله يا بلادنا برك، البلاد ان شاء الله يا اخو، البلاد ثاني، البلاد يا اخو، قاعد نعيدوا بيان ان شاء الله، قاعد تكيه في القلب يا اخو. اي واش نقولوا يا اخو، حنا نطلبوا ربنا ان شاء الله يوحد قلوبنا وصفوفنا. امين ان شاء الله ربي يلطف بينا ويجيب الخير، وندعو واحد الدعاء ان شاء الله، نقولوا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. امين يا اخويا، ربي يعفو علينا ان شاء الله كامل، وربي ينجح لنا اولادنا في الغربه، وربي ان شاء الله يقدرنا ان شاء الله، ربي يحفظ لنا اولادنا ووليداتنا ووالدينا والشعب الجزائري. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه، بارك الله فيكم، الله يرحمكم، عيدكم مبارك، الله يجازيكم خويا صالح، ملاقات الخير ان شاء الله، بارك الله فيكم، بارك، عيدك مبارك. سنة قولي صحة عيدك بنتي هالي، عيدك مبارك. شوفي من بعد شوفي راحتك، حجمت 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 ربي ان شاء الله يوحد بين القلوب. اجواء العيد سبحان الله، من مسجد الصحابة في كريتاي، الله يبارك. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، ربي يوحد القلوب، تخاووا وتخاووا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا مسجد كريتاي.